على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء. انا مصر عندي احب واجمل الاشياء. مشاهدينا ومشاهدي الثقافيه، برحب بحضراتكم وحلقه جديده من مصر بكره. مصر على الطريق، مصر على الطريق الصحيح سياسيا، صفق لها الحضور في مجلس الامن. اذا مصر على الطريق الصحيح عندما تحيا مصر في مجلس الامن وفي تحديدا قمه المناخ في الولايات المتحده الامريكيه، فان بالطبع مصر على الطريق الصحيح. ونحن نتحدث عن الشأن الداخلي، ونتحدث عن استحقاقات سياسية جديدة. لابد أن نتحدث عن محور هام وموازي لهذه الاستحقاقات، وهو الفن. عندما حدث ثورتين في مصر، سطرت هذه الثورات على سطرت في ميدان التحرير بشكل أو بآخر. إذن لابد يكون هناك حاجة للفن، الفن في مصر، وتحديدا الفن التشكيلي وأشكال مختلفة في الفنون والمشاكل التي تعاني منها أو التي يعاني منها الفن في مصر. مشكلات كبيرة نتعرض لها، ونحن نتحدث عن أن مصر عاصمة الثقافة والفن العربي ومهد الحضارات. نتحدث عن تهميش للفنون لفترة طويلة، نتحدث عن وزارة للثقافة في مصر، ولكن الكل يعمل ويغرد خارج السرب ويغرد خارج هذه الوزارة، وانتقادات كثيرة تعرض لها هذه الوزارة بشكل كبير. سنتحدث عن الفنون وعن الفن التشكيلي في مصر، وسيكون معنا في هذه الفقرة الفنان الكبير محمد كمال الناقد والمؤرخ والباحث، لنتحدث معه عن الفن التشكيلي، وهو أيضا عضو اللجنة الثقافية بلجنة الفنون التشكيلية بالمجلس الأعلى للثقافة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني تكملة المقدمة، حضرتك لك العديد من المعارض الخاصة والمشتركة، وطبعا يعني أدرت ككاتب ورئيس تحرير مجلة بورتريه لفترة طويلة. يعني لو تكلمنا عن حال الفن في مصر قبل أن نتعرض لحال الفن التشكيلي تحديدا. اولا بحييك على المقدمه، و وسعيد ان انا في برنامج اسمه مصر بكره، لان مهم قوي ان احنا نعرف احنا فين دلوقتي، موقعنا ايه من الاعراب في العالم كله. سياسيا انا موافق حضرتك تماما، وعجبتني الكلمه ان احنا على الطريق الصحيح، بل ان مصر في اخر سنه ونص تقريبا تخلصت، بقولها كده باللغة الشعبية، تخلصت من كثير من عكارة البطن. تخلصت من التطرف شكليا، لكن هو بلا شك ضارب بجذوره في التربة المصرية. من وجهة نظري بدأ يضرب بجذوره بداية من النص الثاني من السبعينيات، بعدما كان المشروع المصري في الخمسينيات والستينيات تم تدميره بعد وفاة جمال عبد الناصر سنة في 28 سبتمبر سنة 70. ولكن ظل المجتمع يسير بقوة الدفع القصور الذاتي اللي هي تمثلت في حرب اكتوبر. ما بعد هذا التاريخ بدأت الحركة الثقافية تتراجع، والمشروع الثقافي المصري يتراجع. تاريخ للحالة الثقافية والحركة الثقافية في مصر، نتكلم يمكن من فترة الستينيات تحديدا، وبتكلم عن مجموعة من العظماء. لو اتكلمنا عن الكتابة بتكلم عن صنع الله ابراهيم، بتكلم عن مجموعة كبيرة، بتكلم عن ابراهيم عبد المجيد وغيرهم من المجموعة. يعني حركة ثقافية رائدة في هذه الفترة ثم تراجع. يعني لو حابين أرق الحالة الثقافية في خلال هذه العقود، التراجع، طالما المشروع القومي بشكل عام على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي بيتراجع، فتأكدي ان الحركة الثقافية بتتراجع. ومن هذا التاريخ اللي انا ذكرته لحضرتك، نص التاني من السبعينيات، بدأ يبقى المثقف زي حلية في رداء السلطة. يعني هم عايزينه جميل كده، ما يعترضش وما يعملش اي حاجة. والمثقف هنا بيبقى ثلاث أنواع تقريبا. نوع بيهادن السلطة وبيؤثر السلامة، ونوع بينعزل نهائيا خالص، بياخد جنب، وفي نوع بيفضل في جبهة المعارضة، وأقصد هنا المعارضة الواعية. على مدار 30 أو 35 سنة الحال زي ما بقوله لحضرتك كده، حتى ظهر مصطلح الحظيرة في وزارة فاروق حسني. حضرتك بتسأليني ما هو الحال الآن؟
الآن أنا متفائل جدا، وتفاؤلي ربما يتضافر مع اسم البرنامج مرة بكرة مصر بكرة. لكن الحظيرة موجودة ولا خلصت؟ لا موجودة. يعني ايه مفهوم الحظيرة وبتقصد بيها ايه بالظبط؟ مفهوم المثقف اللي منتمي للسلطة الحاكمة اكتر ما هو منتمي للارض، منتمي لمصلحته الخاصة اكتر ما هو منتمي للفعل الثقافي نفسه. طيب هتقولي لي طب واحنا محتاجين ايه بقى بكرة؟ مصر محتاجة ايه بكرة؟ محتاجة ان انا اوصل لمزارع التطرف في القرى والنجوع والمناطق النائية دي اللي ما طالهاش خدمة ثقافية بالمرة. يعني وزارة الثقافة لم تصل بشكل مشرف لهذه المناطق، وهذه المناطق هي التي تكون منها اعتصام رابعة العدوية. أكثر من 70-80% منهم هم أطفال، خلي بال حضرتك، هم أطفال اللي كانوا أطفال من 30 سنة. تم إهمالهم وتم التعامل معهم ثقافيا بشكل قشري جدا، وبالتالي حصل عملية تجريف واسع المدى. الطفل بتاع نهاية السبعينيات هو اللي كان واقف لك في رابعة العدوية وفي الشارع ورافع طيب في وشك السلاح. خلينا نتكلم عن الحركة التشكيلية في مصر، رأي حضرتك هل أنت راضي عن الحركة التشكيلية في مصر في هذه الفترة؟ شوفي أنا أو يعني الفن التشكيلي تحديدا على المستوى النقدي المنهجي، بما ان انا بمارس مهنة النقد ولي حوالي 6 كتب في هذا المجال، 3 منهم صدروا و3 تحت الطبع، انا بقولك ان الحركة التشكيلية المصرية على مستوى الابداعي التقني واحدة من اهم واقوى الحركات التشكيلية الاوسط ان لم يكن في العالم كله، علاوة على ان التاريخ المصري رائد جدا في الفنون التشكيلية. منذ سلسلة أقلام وأعلام صدرت عن قطاع الفنون التشكيلية دي صدرت بالفعل صدر منها الجزء الأول. كويس إن حضرتك سألتيني السؤال ده عشان يرفع الظلم عن الفنان دكتور صلاح المليجي اللي تم إقصاؤه وإقصاء رؤساء هيئات آخرين بدون مبرر. يعني أنا نفسي الدكتور جابر عصفور يقول لي مبرر اللي خلاه يقصي هذا وذاك، ماذا فعلت؟ بيفكرني بمشهد الكوميدي بتاع سمير غانم لما شال القطن من هنا حطه هنا في مسرحيه المتزوجون. ماذا فعلت يا وزير الثقافه لتجزير الثقافه في التربه المصريه؟ ماذا فعلت لاطفال وشباب القرى والنجوع القرى والنجوع اللي طلعت كبار مثقفين مصر؟ يعني اسمح لي حاله من التشتت قبل ما نتكلم عن حاله سلسله اقلام واعلام دي اللي اصدرها قطاع الفنون التشكيليه في عهد الدكتور صلاح المليجي. بالظبط، بنتكلم عن قبل ما نتكلم عن حال وزاره الثقافه، لانه في كثير من الانتقادات بتوجه للوزاره على راسها وعلى راس هذه الحقبه دكتور جابر عصفور، ولكن خلينا نتحدث بشكل اعم عن الفن التشكيلي في مصر وحركه الفن التشكيلي في مصر. من اين بداتم واين انتهيتم الان؟ حركه الفن التشكيلي تبدا رسميا مع تخرج اول دفعه من كليه الفنون الجميله سنه 1911، والكليه تاسست على اساتذه فنون من اوروبا زي بيرون وكولون وباولو فورشيلا وبيبي مارتان والمجموعه دي كلها اللي اسست الكليه، لحد بدات البوصله تتحرك مع بعض الجامعات الفنيه اللي خدت الحركه التشكيليه في سياقها الشعبي الحقيقي، وتحديدا مثلا نقدر نقول من جماعة الفن المعاصر سنة 1946 اللي كان موجود فيها حامد ندى وعبد الهادي الجزار وابراهيم مسعودة وآخرين، حتى قامت ثورة يوليو استثمرت الطاقة التشكيلية لصالح التثوير، لصالح دفع العجلة الإنسانية للأمام، لما كان في حركة ثقافية وفنية حقيقية متصلة بالجماهير. كان في اتساق بين فلسفة الثورة وفلسفة الإبداع بشكل عام، وده اللي احنا بنقوله، كلما كان هناك تقدم سياسي بالطبع هيكون هناك تقدم ثقافي وفني موازي لهذا. واسمحي لي أضيف ليه، كلما كان هناك منهج سياسي كان هناك منهج ثقافي. بالضرورة، طول ما مفيش مشروع قومي حقيقي يلتف حواليه الشعب يبقى ما فيش مشروع. طيب هل دلوقتي احنا عندنا مشروع قومي بالفعل؟ انا رايي ان المشروع بدا في مشروع. انا رايي مين بدا المشروع دلوقتي؟ انا رايي ان المشروع بدا في ملامح، في ضي
جاي من وسط الظلام. طيب هل انا هقول المشروع ده بوجهة نظر فنان هو يعني الحركة الميدانية الكثيرة والمهرجانات هنا وهناك وتواجد للوزير الثقافة، لأنه احنا بنتحدث عن وزارة يعني معنية بكل هذه الأنشطة سواء الفن أو الفن التشكيلي أو الحركة الثقافية. قصدت في مشروع قومي بيبدأ، ما قصدتش مشروع ثقافي لم يبدأ بعد. ما ده سؤال يعني حضرتك. لا 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 دلوقتي عن المشروع الثقافي تحديدا، هل بدأ بالفعل؟ لا 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 إطلاقا إطلاقا. وانا شخصيا انا بتكلمت عن المشروع القومي، وتحديدا كنت اقصد مشروع قناة السويس الجديدة. وهذا الالتفاف اللافت 64 مليار بيدفعهم الشعب تلتهم من 10 جنيه ل 100 جنيه في المساحة دي، لا يبقى في ضي جاي في الافق لا نستطيع ان ننكره، ان في مشروع قومي بيتبني. لو ما اتبناش موازي ليه مشروع ثقافي، ايوه ده اللي احنا عايزين نركز عليه لان ده مهم جدا. لا المشهد اللي انا شايفه دلوقتي انا شخصيا من عشان ميولي القوميه وميولي الشعبيه، نعم، انا من المتحمسين لوجود وزاره الثقافه حتى تصل الى البسطاء، لكن بالمشهد اللي انا شايفه ده لن تصل الى البسطاء بعد اطلاق، ولن تصل بهذا الشكل وبهذه القياده. انا بقول بوضوح، وليس بيني وبين الدكتور جابر عصفور او قيادات وزاره الثقافه الا كل خير. بالشكل ده وزارة الثقافة تبقى ملهاش لازمة. تبقى ليها لازمة امتى؟ لما ابدأ اوصل للجماهير. يعني هل هناك منهج داخل وزارة الثقافة ولكن من على رأس هذه الوزارة لم ينفذوا هذا المنهج، ولا المشكلة مع الوزارة بشكل عام ومع يعني وزارة الثقافة كما هي البيروقراطية والتهميش، وانه لو في يعمل معرض الفن التشكيلي بيتجه لجهات خاصة وغيره وغيره من الفنون، هل شايف ان مازال وزارة الثقافة اللي هي فكرة الصراعات الداخلية وفكرة المشكلات اللي بين ممكن الرئيس وتصفية حسابات بين الرئيس وبين الوزير عفوا وبين مجموعة من سواء كان المثقفين او يعني رواد الحركة الثقافية؟ يعني الحقيقة انا بحيي حضرتك جدا، حضرتك كده احتليتي مكان الضيف وانا بقيت المذيع، حضرتك جاوبتي الاجابة بالغة الروعة. لا اسال والله، لا والله أنا حضرتك بسأل. حضرتك جاوبتي اجابة بالغة الروعة، كل ما هو حادث الان تصفية حسابات. يعني الحقيقة لما الاقي ان وزير الثقافة بيحول ناقد للنيابة طارق الشناوي، وقع طارق الشناوي لما الاقيه بيحول ناقد للنيابة، اذا هنا ما فيش اتصال بين الوزير وبين المثقف، الواقعة واضحة اهي، والباقي بقى كله في تصفية حسابات كتيرة طبعا. نعم. ولا عزاء للثقافة، يعني اخر واحد يهم الوزارة هو مثلا الطفل المصري اللي احنا معنيين بيه. نعم. اللي انا بشتغل معاه كتير في الورش، وعلى فكرة بشتغل مع المؤسسة، انا ما عنديش مشكلة خالص، انا مش معارض على طول الخط للمؤسسة، انا معارض لتصدع بناء المؤسسة. بالشكل ده اللي انا شايفه دلوقتي وزارة الثقافة على هامش المشروع القومي المصري اللي بيتولد. لذلك هتلاقي في الافق في ملامح مغايرة، في دلوقتي صالونات ادبية خاصة، في جمعيات خاصة، في جمعية محمد شاكر الدكتور محمد شاكر في اسكندرية، في سعد زغلول عامل فعاليات يعني ليلة في أسيوط، يعني يغردون خارج السرب مفيش لا ده هم زهقوا فبدأوا يغردوا خارج السرب. عندك صالون واحد من أهم الصالونات الأدبية موجود في قرية اسمها الأرضة جنب كفر الشيخ، بيستضيف مثقفين مصر وبيروحوا هناك، وأنا حضرت كتير من فعالياته على أعلى مستوى منهجي علمي ممكن ما بتلاقيهوش في مؤتمرات وزارة الثقافة. نعم. فاللي جاي عاوزين ننتبه، احنا لا احنا ضد هذا ولا ذاك، انا بوجه خطابي اسمحيلي لأعلى رأس في الدولة، لان احنا ثقافة مثل السمكة تفسد من رأسها. وبالتالي انا بوجه كلامي للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الدولة، ارجوك حط الثقافة على قمة اولوياتك جنب رغيف العيش والكهرباء. لابد لو فضلت الثقافة في ديل القائمة مع النظام السياسي، الحقيقة اللي هيبقى أسوأ من الحاضر ومن اللي راح. محتاجين نحط الثقافة بجانب بالعكس، ده أنا عايزها تتقدم على المعدة، أنا عاوز الدماغ تتقدم على المعدة. لابد من سياسة ثقافية مختلفة. في كمان في وزارة الثقافة هتلاقي الموظفين اكتر بكتير جد، حمل رهيب على وزارة الثقافة، محتاجين اعداد الكادر.
وتقليل عدد الموظفين في وزارة الثقافة، لأن ما ينفق على الثقافة في مصر ثلاث أرباع بينفق على موظفينها. نعم. وبالتالي بيفضل لك في النهاية فتات الثقافة. لو فضل فتات الثقافة يفضل على 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 حاله كده والمشروع القومي بينمو، الحقيقة هيبقى مشروع قومي أعرج. بينقصوا شيء طبعا. طبعا بينقصوا، بينقصوا الشيء الأهم. الشيء الأهم وهو الثقافة، لأن مشكلة مصر في آخر سنتين الصراع اللي كان في البلدين ده بالرشاشات وبالمولوتوف ده ما كانش صراع سياسي، ده كان نتاج انهيار ثقافي. لما يقفوا في اعتصام رابعة ويهللوا للبوارج الأمريكية أنها داخلة على السواحل المصرية، يبقى هنا الانتماء الثقافي مضروب في مقتل. طيب أنت فنان وناقد، أيهما تفوق على الآخر فيها؟ والله أنا تقدمت للساحة أولا كفنان، ثم مساحة النقد خدت الجزء الأكبر، لأن في وقت يعني وحتى من أول حركة النقد ما ابتدت في آخر العشرينيات وطلع الثلاثينيات منذ أحمد راسم، يعني عدد النقاد في مصر محدود جدا، فما بيقدرش يواكب زخم الحركة الفنية الواسعة. فدلوقتي النقد طبعا واخد مساحة. النقد مساحة، وده طبعا ظهر بشكل كبير. طب يعني تقييمك للحركة النقدية في مصر؟ هي بصي، هو في نقاد ونقاد مهمين واصحاب مناهج في التاريخ المصري، من احمد راسم لبدر الدين ابو غازي لصدق الجبخانجي لحسين بيكار لعز الدين نجيب محمود بقشيش، في مشاريع نقديه محترمه، لكن كلمه حركه هي اللي بنتوقف عندها للسبب اللي بقول لحضرتك عليه، ان ما فيش العدد الكافي اللي يقدر يواكب حركة فنية واسعة المدى بهذا الشكل. انما طبعا في نقاد كبار عندهم مناهج احنا تعلمنا منها، زي عز الدين نجيب، كلنا تعلمنا من عز الدين نجيب وله كتب كتيرة جدا. الا ان كمان في مستقبل الحركة النقدية ان شاء الله انا بتصور انه اللي جاي افضل. دلوقتي احنا بنعمل ورش في جمعية محب الفنون الجميلة لتنشئة نقاد من الصغر، عشان ما نسيبش الناقد في مهاب الريح. لأن الدولة ما بتساعدش الناقد، ربما بتقتني من الفنان لوحة أو تصرف على مسرحية لكاتب مسرحي، لكن الدولة أبدا عمرها ما رعت ناقد. يعني نادرا ما تلاقي ناقد بياخد تفرغ أو الدولة بتجيب له مراجع، لأن بيحتاج مراجع وكتب وأشياء كثيرة جدا بفلوس كتير، الدولة ما بتساعدوش في ده. فان شاء الله اللي جاي اجمل باذن الله. بس هل الحركه النقديه مواكبه لما وصلت ليه الحركه التشكيليه والفن التشكيلي؟ لا، بمعنى زي ما شرحت لحضرتك ان صعب جدا ان يبقى في الحركه النقديه 4 5 6 نقاد او حتى 10 على اقصى تقدير من اللي بيشتغلوا بجد قدام مئات المعارض سنويا، فمش هيقدر يلاحق. وانا اكتشفت ده يعني وانا بكتب. طب المشكله فين؟ في الكسور في عدد النقاد، او يعني الحركه النقديه ربما يعني بتكمن مشكلتها في ايه غير مشكله الدوله وعدم مراعاه الدوله لهذا الجانب؟ هي في مشكله منهجيه في الاساس. ايوه، ان في لبس في فهم مهنه النقد وفهم النص النقدي في حد ذاته. في كتير من يعني لو رجعنا واتكلمنا عن الكليات والمعاهد وتبني والاقسام، هل الاقسام مش كافيه في الحركه النقديه؟ هل الكليات ليست كافيه؟ بدايه المشكله فين؟ ما انا بقول لحضرتك بدايه المشكله مشكله منهجيه علميه. اولا كليات الفنون ما فيهاش اقسام للنقد، ممكن يكون فيها اقسام لتاريخ الفن. نعم. وهنا عايز اقول لك المشكله انهم بيخلطوا بين تاريخ الفن، تدريس تاريخ الفن، وتدريس النقد. النقد صنعة منفصلة، صنعة بناء النص النقدي على أركان من حرية الإبداع. النص النقدي نص مبدع بالضرورة، والإبداع فيه متكامل الأركان بين الصورة اللغوية والاستحضارات البلاغية إلى آخره. في الكليات ربما في بعض الكليات أقسام جديدة للنقد، لكنهم بيدرسوا فيه تاريخ فن. يعني ما تلاقيش مثلا عز الدين نجيب بيدرس نقد في كلية من الكليات.
بيدرسنا الصنعة دي، ولكن هو في إطار تاريخ الفن، أو يعني هذا المحور بيتدخل في إطار قسم تاريخ الفن، أو تاريخ الفن حاجة والنقد ده حاجة تانية. زي الفارق بالظبط، يعني عاوز أقربها بس للي بيسمعنا وبيشوفنا دلوقتي، زي الفارق مثلا بين فرج العنتري الناقد الموسيقي وبليغ حمدي، يعني ده حاجة وده حاجة. طبعا ده بيكتب تاريخ يعني بيكتب تاريخ موسيقى، زي لما كنا بنسمع رتيبة الحفني مثلا، بس رتيبة الحفني حاجة وبليغ حمدي حاجة تانية. الخلق والابتكار ونسج النص بخصوصية وتفرد، هو ده الناقد. أما اللي بيدرس تاريخ الفن ففي النهاية ده مدرس تاريخ مش أكتر من كده. فالمشكلة جاية من هنا، حتى معهد النقد الفني نفسه بيدرس المسألة في هذا الإطار، في إطار تاريخ الفن. وإلا لو ما فيش مشكلة حقيقية كان زمان معهد النقد الفني كل سنة بيصدر للساحة 10-15 ناقد، وهذا لم يحدث. وده على أساسه يعني جعل فيه قصور في الحركة التشكيلية أو في الفن التشكيلي، لأنه في غياب الحركة النقدية بشكل كبير. هو يعني ما تقدريش تقولي غياب، لأن بقولك يعني في 5-6-10 طبعا. يعني أنا اكتشفت وأنا بعمل حتى كتبي ونصوصي اللي بنشرها في المجلات والجرائد بشكل دوري، ان في فنانين عدوا 75 سنة كنت انا اول واخر واحد مثلا اكتب عنه. وبالتالي المساحة اللي كانت قبل كده، وانا ما بلومش هنا على حد، لكن العدد محدود جدا وما بيقدرش يواكب. علاوة على المشكلة الاكبر بقى، ان اغلب النقاد في فترة طويلة من تاريخ حركة النقد كان كلهم متركزين في العاصمة، قاعدين في العاصمة، وبالتالي ما بيشوفوش الأطراف، ما بيشوفوش الفنانين اللي في الأقاليم. لذلك هتلاقي مثلا الكتاب بتاعي اللي صدر مؤخرا اللي هو طيور تقبل الرحيل، عن الفنانين اللي كانوا خارج العاصمة. الكتاب بيغطي من 7 محافظات، في منهم فنانين لم يقترب النقد منهم طوال تاريخهم، وتوفوا مشيوا خلاص، لم يقترب النقد منهم اطلاقا طوال حياته. بعضهم يعني. فدي كمان مشكلة بتهدد الحركة الثقافية بشكل كبير. المشروع القومي الثقافي الموازي للمشروع القومي المصري اللي بيتولد دلوقتي ان شاء الله، وفي خلال سنوات هتكون مصر دخلت في مراحل كبيرة جدا، لابد من كسر المركزية في كل شيء، واولها الحركة الثقافية. يعني عايزين المنصورة تتوهج على كل المستويات، عايزين كفر الشيخ تنور، عايزين يبقى لها وجود، وهكذا. فيعني من أقوى المشكلات اللي لابد أن تعالج وتوضع على مائدة القيادة السياسية هي مسألة المركزية. وفي ملامح جديدة مبشرة، يعني مؤخرا مثلا طلبوني لعضوية المجلس الاستشاري في محافظة كفر الشيخ، فقررت ان انا هشتغل على الاطفال. نعم. على اطفال مدارس كفر الشيخ. والمجلس كان مجتمع اول امبارح في غيابي طبعا، لان كنت مشغول بحاجه تانية، برئاسه محافظ كفر الشيخ. وخلاص هنبدا مشروع ان شاء الله طموح جدا. خلي بالك بقى، لاختراق مدارس، المدارس اللي معشش فيها الجهل طبعا والتطرف. مش قادر اقول اكتر من كده. طيب خلينا نبتعد عن السياسه. بحاول على قد ما اقدر احنا نبتعد عن الجانب ده. خلينا نتكلم عن اعمالك الادبيه، ونتكلم عن فكره كتاب تحديدا صياد. كنت المحاور اللي تناولها هذا الكتاب، هو يعني انت قلت كلمه جميله عايز اقف عندها، كتبك الادبيه هي كتب نقديه، لكن حضرتك قلت الكلمه اللي انا بحبها، لان النقد اللي هو الحقيقي، النص المبني لغويا بشكل صحيح، هو صنف من صنوف الادب. ودي حقيقه، ما هو النقد صنف من صنوف الادب. تمام طبعا. يبقى همشي مع حضرتك على هذه المقوله. طيب الجميله، نتكلم عن صياد النور. صياد النور ده كتاب تحت الطبع عن الفنان الكبير فتحي احمد، اللي هو مات سنه 2006، هو مواليد 39 ومات سنه 2006، يعني السنه دي بيكمل 75 سنه ميلاده. ده ربما يمكن اول كتاب ده عن فتحي احمد، وهو احد الكبار جدا في حركة الحفر المصري المعاصر، او بشكل عام الحركة التشكيلية المعاصرة. ده كتاب في الماكينات دلوقتي في الهيئة، ربما يخرج بعد يوم 2-3.
ايه المحاور اللي اهم المحاور اللي بيتناول السيره الذاتيه لفتحي احمد من ميلاده حتى وفاته، وفي الداخل بنتناول تاثير هذه السيره الحياتيه على اعماله في الحفر على الخشب واللينوليوم وحفر على الزنك لاول مره. في ناس كتير ما بتشوفش فتحي احمد انه حفر على الزنك، ففي باب جديد خالص على بعض القراء ربما حتى الشباب عن في الحفر على الزنك، وفي كمان فتحي احمد المصور كمان. نعم. ما حدش كتير يعرف. طيب احنا معانا كمان هنعرض دلوقتي كتاب طيور تأبى الرحيل، فكره الكتاب واهم المحاور اللي تناولها هذا الكتاب. فكره الكتاب زي ما قلت لحضرتك من شويه، ده كتاب بيتناول الفنانين في مصر خارج العاصمه ومنهم كمان العاصمه، بس اعتبرت ان العاصمه كان التشكيلي او فنانين. طبعا فنانين. نعم. تشكيليين. نعم. ده بيغطي 7 محافظات، كفر الشيخ، الدقهلية، اسيوط، اسكندريه، حتى القاهره لها نصيب. بس في منها 2 فنانين، المنوفيه كمان موجوده. مين اهم الفنانين اللي تحدثت عنهم حتى علشان يعني حتى ننقد الضوء عليهم اعلاميا، وان كان تم تهميشهم في الحركه الفن التشكيله في الحركه الفنيه؟ هو مش كلهم طبعا مهمشين، يعني الكتاب معني بالاساس في تاثير البيئه على الفنان اللي بيثبت في موطنه الاصلي، ومن هنا تاتي تسميه طيور تأبى الرحيل. زي شاكر المعداوي مثلا في كفر الشيخ، فضل طول حياته قاعد في قريه معديه مهدي، اتولد فيها وقدم فنه فيها ومات واتدفن فيها. بدوي سعفان رحمه الله عليه اللي قاعد طول حياته بنفس الشكل في قريه سنبخت في الدقهليه. مصطفى مشعل برضو رحمه الله عليه اللي قاعد في طنطا طوال عمره حتى رحل في 2010. وفي بقى من الاحياء ربنا يديهم الصحه والعافيه، في الاستاذ عصمت الدوستاشي في اسكندريه، الدكتوره رباب نم، بكري محمد بكري اللي مات من غير ما ياخد حقه، اللي كان بيتنقل بين بيئتي كفر الشيخ هو قبل ما اعرض باقي الكتب، هي بتبقى المشكله فين يا فندم؟ هل المشكله في الفنانين نفسهم؟ اصل دي مش مشكله فن تشكيلي بس، دي مشكله الكثير من الفنون. بتكلم عن فنون اخرى ربما الفكره المركزيه او ان هم بيكونوا خارج القاهره ولكن بيهدر حقهم بشكل او باخر. هل بتكون مشكله هم مساهمين في هذه المشكله ان هم ما بيبادروش لعرض اعمالهم الفنيه، ما بيشوفوش حد يساعدهم؟ ما هو في ناس من الاقاليم برضو وبيوصلوا للنوم يتعرفوا حتى ويوصلوا عالمية كمان. ما انا كمان من كفر الشيخ ومن سكان الاقاليم، لكن انا من الصنف الاخير اللي انت بتقوليه. يعني هل بتبقى القصور ربما يكون او التقصير عندهم في بعض التقصير ان هم ما بيحاربوش عشان اعمالهم، ما بيتجهوش باعمالهم لجهات تقيمة؟ هو في الحقيقة الفنان المفروض انه يحارب على مسطحه التصويري او على المنحوتة بتاعته او على مسطح الطباعة بتاعه، لكن مش المطلوب منه انه يتزلف دائما لمنطقة. ما هي بتبقى في شعرة بينهم، انا بقول مجرد السعي. هو اخر واحد يتحمل المسؤولية. اخر واحد يتحمل المسؤولية. المسؤولية اولا مسؤولية الدولة. لازم توصل ثقافيا للأطراف زي ما تطرقت مع حضرتك في الحوار من الأول. مسؤولية تانية مسؤولية حركة نقدية، والحركة النقدية أيضا مسؤولية دولة. مسؤولية دولة أن أنا كمان أدعم الناقد وارفع من وساعده بكل الطرق عشان يبقى عندي نقاد هم في الحقيقة كنوز، لأن ممكن يكون البلد فيها 10,000 فنان لكن ما فيهاش 50 ناقد يعني. تمام. في كتاب السنابل المضيئة أيضا، يمكن بيعرض الكتاب معنا على الشاشة، يعني محاور هذا الكتاب. الكتاب ده كان بتكليف من دكتور صلاح المليجي، كويس احنا جبنا سيرته مرتين النهاردة فيما يخص النقد. نعم. ده لإعطاء حقه. ده كان في المعرض العام في 2012، كانوا بيكرموا 7 فنانين على هامش المعرض العام. فهو اتصل بيا وقال لي عايزين نعمل ومضات عن الفنانين في الكتالوج بتاعه. فقلت لهم بلاش، قلت له بلاش موضوع الومضات ده لانه بيسقط في التاريخ وما بيظهرش. قال لي امال عايز تعمل ايه؟ قلت له نعمل كتاب. فقال لي هتلحق؟ ده احنا قدامنا مفيش يعني مش هنكمل 20 يوم. قلت له ان شاء الله هلحق. وفعلا خدت ال7 اسماء وبالصدفه يربطهم الخيط القومي، يعني هم من الفنانين اللي ظهروا في مطالع الخمسينيات. نعم. وتألقوا في فترة المد القومي المصري زي الدكتور طه حسين. نعم. زي الدكتور الوشاحي، زي عبد الغني الشال، زي ممدوح عمار. نعم. 7
دول كلهم كان يربطهم خيط قومي، هو ده اللي انا دي حبات المسبحه، ده الخيط اللي انا ضمت فيه حبات المسبحه. وصدر الكتاب فعلا، وعملنا له حفل توقيع في 17 مايو في 2012، وكان الفنانين دول موجودين، وتم تكريمهم او تكريم اسر اللي توفوا. بالمناسبه ممدوح عمار توفى والكتاب في المطبعه. نعم. بالنسبه بقى لكتاب وهج الشرق، يعني فكره وهج الشرق ده كان كتاب، ده كان على نفقتي الخاصه. يعني ده اول كتاب صدر لي، ده كان في 2002، وده انا اللي صرفت عليه. ده بمناسبه ان انت بتقولي بقى ان الفنان او الناقد لازم يبقى عنده العزم والاراده بالزبط. الداخليه للوصول، وانا موافق لا. حضرتك طبعا على ده. لكن مش كل واحد بيبقى عنده ده، في فنان ما بيقدرش. هل الانطوائيه مطلوبه في الفن؟ يعني يعني بمعنى تاني، انا بشوف فنانين يعانوا من فكره الانطوائيه، دايما مش بيختلطوا بالناس، ودي كمان مش مشكله فنان بس، دي مشكله بعض المثقفين ان هم بيبقوا في ابراج عاليه فالناس مش عارفاهم. والله بصي، انت النهارده بتقولي كلام الحقيقه يستحق ندوات. نعم. مساله الانطوائيه دي تراكيب نفسيه. يعني لو جينا عند كتاب طيور تقبل رحيله وتوقفنا عند شاكر المعداوي، هتلاقيني انا وصفه هنا انه كان قادرا على التشرنق. هو هنا بقى دي مش عزله، هي دي طبيعته. بالمناسبه هو ابن اخو الناقد الكبير انور المعداوي، كان بنفس التركيبه. هو توحد مع ذاته ومع البيئه فطلع المنتج ده. المفروض كان الاول ده ما بيحصلش، المفروض ان الناقد بيلم اوراقه ويروح للفنان في مكانه. الفنان ما يتزلفش لحد خالص، ينطوي، يتشرنق، ينسحب هو وتركيبته، بس يطلع لنا فن. مين المسؤول بقى عن ده؟ الناقد. في كمان بعد غايب مهم جدا، هو ده عامل تراجع في فهم الحركه النقديه. البعد ده اللي هو انا بسميه البعد الرابع او نقد النقد. نعم. اللي هو تناول الكتب بعد صدورها. هو على اي حال الكلام في الفن وفي الفن التشكيلي لا ينتهي، يعني حاولنا على قد ما نقدر اننا نحاول يعني تغطيه والتحدث القصور والتقصير في هذا الجانب والقاء الضوء على الفن التشكيلي والحركه الفنيه والنقديه في مصر. بشكر حضرتك. بس قبل ما ننتهي بعد اذنك 30 ثانيه بالظبط عن ورشي مع الاطفال، وهو ده كان نفسي ده يبقى له ركن في الحوار. نعم. ايه اللي جاب بقى ناقد وفنان انه مهتم بشغل الاطفال؟ لان ما هو قادم يحتاج الى بناء ثقافي راسخ للطفل المصري. ودي دعوه انا بوجهها لرئيس الدوله، ما اقدرش اخاطب حد اقل من كده. لابد ان يكون الطفل المصري على مائده الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم. بكل ابعاده الاجتماعيه والثقافيه قبل اي حاجه، حتى لا نصل بعد 20 عاما من الان، وهذا جرس انذار، حتى لا نصل بعد 20 عاما من الان الى رابعه العدويه مره اخرى جديده من التطرف. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا الفنان الكبير محمد كمال. بعد الفاصل هيكون معانا دكتور عبد الرحمن شاهين مع الزميله سوزان فضالي، ولكن قبل الفاصل لازم انوه عن تعازينا الحقيقه دكتور عبد الرحيم شاهين. هي عندي دكتور عبد الرحمن شاهين على فكره، دكتور عبد الرحيم شاهين، ولكن لازم ننوه ونقدم تعازينا وتعازي النيل الثقافية للفنان الراحل الحقيقة خالد صالح قنصل السيمة، يعني توفى بالأمس طبعا في معهد القلب في أسوان. والفنان التشكيلي خلف طايا بالفعل أيضا توفي يمكن أول أمس أو قبل يومين. الحقيقة بنقدم تعازينا وتعازي النيل الثقافية في فنانينا جميعا. في نهاية هذه الفقرة بشكركم، وبعد الفاصل الزميلة سوزان فضل.